بسم الله، ونبدأ يوم الدايت بتاعنا بكوباية الايس كوفي دي. وحرفيا الكوباية دي كانت قفلاني جدا ومشبعاني جدا. واهلا بيكم في دايت اليوم الثالث. اذكر الله وصلي على النبي، ويلا بينا نكمل باقي وجبات اليوم. كملت بقى كده بعد 4 ساعات ب50 جرام من السوداني، وكان يوم الدايت ماشي كويس لغاية ما ظهر طبق الكنافة اللي قدامكم ده. مش كده وبس، ده انا لقيت على العربية كنافة ملفوفة بالشكل ده، وكنافة كور كده، ولقيت عليها جلاش وجلاش محشي كمان، وكنافة سيجار، وكنافة كمان محشية بالقشطة، وجلاش كمان محشي قشطة. وخش بقى على الحجازية، والحجازية بتاعته كانت حوار يا جدعان، هشة وطرية كده، وكانت مسكرة قوي. ومش كده وبس، عنده كمان بسبوسة، والبسبوسة دي بجد يتقال فيها حكايات وروايات. تعالى بقى على الشغل الجامد بتاعه. شاف الطبق الصغير اللي قدامك دي؟ الطبق الصغير ده عامل 25، الطبق الكبير ده بقى فعامل 50 جنيه. العربية دي موجودة في آخر شارع الليجاتيه، على أول محطة الترامي الإبراهيمية. هتلاقوا شاب سوري واقف، اشتروا منه عشان الراجل ده حاجته نضيفة جدا وحلوة جدا. تعالوا بقى ندوق مع بعض عشان دي آخر حاجة هناكلها في اليوم ده. عايز أقول لك أصلا طعمها تحفة، وبتدوب دوب كده، وطعم السمنة البلدي باينة فيها، وكمان الكريمة اللي محشية جواها مليانة قوي. ده كان رأيي في المدورة، الكنافة المدورة بجد كانت جميلة جدا، وباين أول انبساط عليا. تعال بقى ندوق اللي كانت مكعبات. الكنافة المكعبات دي بقى حوار. جيت بقى ادوقها، لقيتها كده مقرمشة من فوق وطرية قوي من القلب من جوه، بجد تحفة جدا. روح للراجل دوت، هتلاقوه واقف في شارع الجلاء على محطة ترام الإبراهيمية.